ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وقنبله تريلرز نزلت علينا فجاه في اليومين اللي فاتوا، سواء الافلام الانجليش او سواء الافلام العربي، واكشلي وفيلم عربي بس هو اللي نزل التريلر رياكشن بتاعه. بس في تريلرز نزلت كتيرة جدا على يوتيوب الافلام انجليش. هنا هنعمل اتنين النهاردة، تو تريلرز رياكشن على فيلمين. والفيلم الاولاني اسمه انفينيت بتاع مارك وولبرج، والفيلم التاني اسمه فري جاي. خلينا نبدأ الاول بفيلم انفينيت. والفيلم هو تقريبا نزل النهاردة في صلاة العرض في امريكا، بس على ما اظن هينزل الاسبوع اللي جاي في مصر. فيلم انفينيت وهو من بطولة مارك وولبرج، ومعانا كمان تشيوتال أديوفور وديلان أوبراين اللي كان عامل ميز رانر، وهو من اخراج انتونيون فاكوا، وهو اللي كان عامل فيلم دي ايكولايزر، وكان عامل افلام تانية برضو. الراجل ده مشهور على فكرة بس مهدور حقه، يعني كان عامل دي ايكولايزر الجزء الاولاني، وكان عامل كمان ايكولايزر الجزء الثاني، وكان عامل ده ماجنيفيسنت 7 بس انا ما عجبنيش يعني الفيلم ده، وكان عامل ساوث بو فيلم بتاع جيك جين هول اللي هو بتاع الملاكمة، انا برضو الفيلم ده عجبني جدا، وعمل كينج ارثر وعمل تريننج دي، عمل حاجات كتيرة قوي يعني. وطبعا هو من بطولة مارك وولبرج. يعني مارك وولبرج انا اصلا جات لي فتره كنت بحبه جدا جدا جدا، كان واحد من الممثلين المفضلين بالنسبه لي، مش من حته التمثيل بس، انا كنت بصراحه كنت بحب افلامه جدا جدا جدا. انا مشكلتي يعني مش عايز اقول ثقافتي وقفت على فيلم ايه لمارك وولبرج، يعني اخر فيلم الى حد ما شفته ليه مارك وولبرج يعني اللي هو خلاني ابتسم، او مش اللي هو خلاني ابتسم، خلاني عجبني بمعنى الاصح، هو فيلم تاد 2. من الاخر تاد 2 ده يا جماعه كان 2015 وما كانش بنفس قوه الجزء الاولاني، تمام؟ الجزء الاولاني طبعا كان احلى بكتير. بعد كده بقى عمل افلام كتيره جدا انا بصراحه ما جاتش معايا سكه، زي داديز هوم سواء الاول والتاني، وديب ووتر هورايزن، ترانسفورمرز ذا لاست نايت، وعمل فيلم اللي هو سكوب اللي هو سكوبي دو. يعني عمل كذا فيلم بعد كده بس بصراحة انا ما جوش معايا سكة للأسف. تقريبا هو مفروض ان هو بيحضر دلوقتي للفيلم اللي هو انشارتد، اللي هو كان الجيم اللي مع توم هولاند. يعني ممثل بالنسبة لي هو مش من الممثلين الاقوياء، بس بصراحة انا بيعجبني افلامه، يعني افلامه بصراحة بتعجبني. انا متابع يعني مارك وولبرج ده يا جماعة من زمان جدا جدا جدا، من ايام فيلم بوجي نايتس اللي كان مع بيرت رينولدز وهيثر جرام وجون سي رايلي والناس دي كلها، بفرج عليه من زمان جدا يعني. ف لا يعني الراجل كان تمثيله كان الى حد ما مقبول يعني، وافلامه حلوة، بس انا مع الاسف اختياراته للادوار في اخر فترة مش حلوة. ده فيلمه الجديد اللي هو فيلم انفينيت اللي بيشارك معاه البطولة هو تشيوتال أديوفور اللي كان بتاع 12 year a slave. انا طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي، لازم اعلي عشان اسمع. طبعا الحمد لله مش هلبس سماعات لان بصراحة حوار السماعات ده بينفخني. طبعا كالعادة ما شفتوش ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي التريلر ده اول مرة. يلا بينا. Diagnosed with schizophrenia at 14. Why those words? Which one of these is yours? Was it yours? I don't know what you're talking about. Jesus! Every time you say, I don't know, this trigger gets pulled. Last chance, Evan. He's... This yours. This isn't your first life, Evan. You are an infinite. Can remember who you were. You will understand. Okay.
اوكي يا جدعان، نقدر نقول بنسبة كبيرة احتمال مارك وولبرج عائد، وعائد بقوة لصلاة العرض. هو عامة هينزل على ستريمينج سيرفيسز اللي هو بتاع باراماونت بلس، فهو هيبقى متاح على الانترنت تقريبا في اليومين اللي احنا فيهم دول. يعني هو متاح في السينمات ومتاح كمان في على النت، يعني على باراماونت بلس، منصة جديدة انا بصراحة ما سمعتش عنها المنصة دي، شبه اتش بي او ماكس ونتفليكس وحاجات كده. يعني ان مارك وولبرج يكون عائد بقوه في هذا الفيلم وافلام الاكشن بتاعته، لان انا بصراحه اي لوست انترست بصراحه في تمثيل او في افلام مارك وولبرج بمعنى الاصح، ما بقاش يعجبني زي زمان افلامه. اتمنى بصراحه ان هو يكون راجع بالفيلم ده، ان هو يرجع اسم مارك وولبرج تاني من اول وجديد، على الرغم ان انا مش متفائل له قوي عشان تبقوا عارفين يعني، بس هنشوف. يعني ما اعرفش ليه حسيت الفايب شويه بتاعت وونتد في الفيلم ده، بتاع انجلينا جولي وجيمس ماكافوي ومورجان فريمان، فاكرين الفيلم ده؟ انا نسبة ترقبي للفيلم ده 5/10، مش اكتر من كده، لان زي ما انا قلت انا مش انترستد قوي في نوعية الافلام دي، بس انا متحمس ان انا اشوف مارك وولبرج تاني من اول وجديد، وممكن يكون ده واحد من، او ممكن يكون ده الفيلم ده الطوق النجاة بتاعه. يعني التريلر التاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو فيلم فري جاي بتاع ريان رينولدز، وواحد من الافلام الكوميدية اللي انا مترقبها السنة دي وبشدة. فيلم فري جاي يا جماعة، انا اتفرجت على التريلر الاولاني خالص اللي كان نازل السنة اللي فاتت، بس مع الاسف ما عملتلوش تريلر رياكشن، وبصراحة الفيلم شكله هيبقى جامد فحت. يعني انا شكله الفيلم ده هيعجبني بجد جدا، ومتحمس ان انا اشوفه في السينمات. انا معرفش اذا كان الفيلم ده كان هينزل تقريبا في السينمات ولا على منصة من المنصات، انا مش قادر افتكر. يعني الفيلم هو من بطولة ريان رينولدز، ومعاه كمان في البطولة تايكا واتيتي وجودي كورنر. هو من اخراج شون ليفي. شون ليفي ده يا جماعة كان عامل قبل كده ديت نايت، وكان عامل قبل كده نايت ات ذا ميوزيوم، مش متفائل له شوية، انا ما بحبش نايت ات ذا ميوزيوم على فكرة. تشيبر باي ذا دوزن الجزء الاولاني، وجاست ماريد، عمل افلام يعني كوميدية احنا حبيناها، هو ده انترنشيب، فيلم كان بتاع اون ويلسون وفينس فون. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مرة. فري جاي، يلا بينا. اوكي يا جماعه، الفيلم هيتعرض في اغسطس 13 اغسطس. فيلم فري جاي لذيذ، اتس ا بوب كورن موفي، يعني هنستمتع بيه وهنضحك وننبسط وبتاع، وما اعتقدش ان الفيلم ده هيخزلني، او ما اعتقدش ان ريان رينولدز هيخزلني. يعني انا ريان رينولدز ده يا جماعه متابعه من زمان جدا، ايام ما كان بيعمل مسلسل كده كان اسمه تو وومن اند تو جايز، ولا مش عارف كان اسمه حاجه شبه كده، هحط لكم صورته هنا. هو الصوره بتاعته كان هو تقريبا مع واحد واقف على الشمال وهو التاني على اليمين وبنت تقريبا في النص، كان مسلسل كان بيجي زمان طبعا، غير الافلام العبيطه اللي كان بيعملها زمان، بس قشطه يعني، كان يعني الى حد ما يعني فاهمين قصدي ازاي. ابتدى يعني اللي عمله البومينج بتاع ريان رينولدز طبعا كان ديد بول، يعني بكل تاكيد. انا الفيلم ده حسيته ميكس شويه، فاكرين فيلم ريدي بلاير 1 الفيلم بتاع ستيفن سبيلبرج المخرج، حسيته شبهه بالظبط بس بقى على طريقه كوميديه. يعني انا حاسه هيبقى حلو، يعني ما اعتقدش ان الفيلم ده هيخزني، انا متاكد 100%. وطبعا لسه في ذا هيت مانز بودي جارد احنا مستنينه لرين رينولدز السنه دي، ده تاني فيلم ليه السنه. يعني انا هو نزل تقريبا على ما اعتقد بره، بس تقريبا نزل بره بس لسه ما نزلش في مصر. طبعا انا متحمس ان انا طبعا اشوفه، الجزء الاولاني طبعا كان صباح الضحك. انا نسبه ترقبي للفيلم ده هو 8/10، مش اكتر من كده.
بس دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا التريلر رياكشن بتاع فيلم انفينيت وي فري جاي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.